ليتوال لويس اس اس، بعد ما سمعنا اخر اخبار ليتوال مع انيس الكناني نسمعه ونمشي نعمل طالع على اخر اخبار السي اس اس مع عند مراسلنا في صفاقس فاضل ابو جناح. فاضل اهلا بك. مرحبا بك اسلام ومرحبا بالساده المستمعين. مرحبا فاضل بيه. شنو هي استعداد الفريق السي اس اس قبل مواجهه غدوه للمقابله اللي باش تكون في راس ان شاء الله ضد ليتوال؟ سلام النادي الراعي الصفاقسي كانت خلفي فتاج عنده تقريبا نهارين الاستعداد للمباراة هذه، مباراة الكلاسيكو هذه معناها الافريقي مش كلاسيكو البطولة الوطنية، الكلاسيكو الافريقي بين النادي الصفاقسي ومضيفه النجم الساحلي. الفريق كما قلت لك بدا يحضر عنده معناها تقريبا 10 ايام خصيصا للمباراة هذه اثناء فترة الراحة، وكانت خلفي فتاج نهارين التالي النادي الراعي الصفاقسي. اليوم الصباح توجه الفريق للعاصمة، امس كان خاض اخر حصة تدريبية ليه في الساقس، واليوم اصبح شدثنية للعاصمة. اليوم باش يكون الخمسة متاع العشية في نفس توقيت المباراة وفي ملعب الاولمبي حمادي العقربي بيرادس، باش تكون الحصة التدريبية الاخيرة اسلام للفريق معناه الاستعداد للمباراة هذه. النادي الصافي في المباراة هذه باش يشهد بعض الغيابات، نعرفوا انه امس طلعت نتيجة تحليل متاع اللاعب محمد علي ترابلسي متوسط الميدان، وكذلك مع قلب الدفاع نور الزمان الزموري عملوا تحاليل بي سي ار طلعت ايجابيه التحاليل، دونك باش يغيبوا على المباراه هذه، وباش ينضافوا الكل من كينغسلي سوكاري وكريسكو وكو اللي بطبيعتهم غايبين بسبب الاصابه. دونك ابار هذوما الملاعبين هذوما تقريبا النادي الصفاقسي الباقي العناصر كل باش تكون موجوده على ذمه الاطار الفني للفريق. الملاعب اللي بمحمد سولا كان رجع في بدايه الاسبوع والتحق ديريكت بالتمارين مع اصحابه، كينغسلي يدو كيف اللي تعرض الوعكة صحية رجع للتمارين مع اصحابه، وكذلك نفس الشيء بالنسبه للملاعبين الدوليين. دونك الناس كلها بار الملاعبين اللي ذكرناهم كسوا المصابين بالكورونا والا اللي عندهم اصابات عضليه، الباقي الكل باش يكون على ذمه الاطار الفني. المباراه اسلام ماهيش باش تكون سهله على النادي الرياضي الساحلي وكيف كيف على النجم الساحلي، خاصه انه الناس كل في الساقس نعرفوا انه فريق النجم الرياضي الساحلي باش يكون منقوص من تقريب من نقاط القوه نتاعو اللي غير وجه فريق النجم الساحلي في المرحله الثانيه من البطوله، اللي هما الملاعبين الجزائريين اللي كان النجم الساحلي انتدبهم في الميركاتو الشتوي الفارط، خاصه حسين بن عياده ونور الدين بوثمان. دونك المعنى المهم لهنا انه انصار الفريق ولا حتى المتابعين الفريق يقولوا انها باش تكون سهله نوعا ما في المباراه، معناها ينجم نادي الصفاقسي ان شاء الله يجاري المباراه هذه، رغم انه العديد من الاحباء مستائين من التفريط في نقاط الفوز في المباراه الفارطه ضد فريق جرافه السنغالي. اسلام نعرفوا ان النادي الصفاقسي كان منتصر في المباراه هذه لحدود الدقيقه 91 اللي تمكن فيها الفريق السنغالي على ارضيه ميدانه من تعديل النتيجه، كانوا زوز نقاط مهمين ضيعهم النادي الرياضي الصفاقسي، لكن رغم ذلك النادي الصفاقسي مازال وحده في طليعه ترتيب المجموعه هذه. نعرفوا الناس كله انه عنده 4 نقاط، وراه فريق النجم الساحلي وساليتاس ب3 نقاط، وراه فريق الجراف السنغالي بنقطه واحده. دونك غدوه الحي النادي الصفاقسي باش يحاول باش انه يدارك النقاط المهدوره في السنغال، معناه يخرج بانتصار والا اقل معناه تقدير نتيجه التعادل اللي تخدم مصلحته، خاصه انه المباراه الجايه باش يعاود يتقابل الاسبوع اللي بعده مع فريق النجم الساحلي من جديد في مباراه العوده بين الزوز فرق. دونك يحب يحسم الامر منذ مباراه الذهاب فريق النادي الرياضي الصفاقسي، ويحسم حتى مساله الترشح نتاعو معناها كما نقولوا مبكرا اسلام. به بخلاف المقابله الفريق قاعد يحضر المقابله هذه فاضل في اجواء اداريه نجم نقولوا متوتره شويه، ظهر لي كل يوم خطايا كل يوم مشاكل جديده، الهيئه المنصف خماخم الهيئه المنتخبه حديثا، شنو اللي صار في السي اس اس فاضل؟ والله اسلام اللي قاعد صاير معناها قاعدين نتبعوا في ردود الافعال وفي شنو صاير في النادي الرياضي الصفاقسي، نجم نقول لك انه الامور ما تعجبش اسلام، خاصه معناها الهاجس الكبير الموجود في النادي الرياضي الصفاقسي هو الهاجس المادي، تقريبا ثم شبه مع غياب نتاع معناها نتاع الموارد الماليه اسلام، نعرفوا ما ثماش رسات نتاع ملاعب، نعرفوا انه المستشهر معناها ما عادش الناس تعمل في شهر كما قبل، خاصه في ظل الازمه الماديه اللي تعيشها تونس، دونك ثم صعوبات كبيره وكبيره برشا. منصف خماخم كان قدم تضحيات على الاول، لكن توا معناها الناس كلنا عارفوا انه معناها تقريبا ما عادش ينجم يدفع برشا المنصف خماخم كما البدايات نتاعو، دونك كما قلت لك مشاكل كبيره خاصه في ظل الخطايا. الواه مكمل، الواه مكمل، الواه مترشح في الانتخابات كما عشان ينجم يدفع برشا معناها.
بون هذاك هو تو نعطيك اخبار نعطيك اخبار كانت تقدم موقف خماخم وتقدم معاه سيد جوهر الحلواني نعطيك حاجه اخرى فاضل تسمع فيا فاضل نعطيك حاجه اخرى ما عادش عندك علم به الموضوع ولا لا الثلاثي الاجنبي في السي اس اس ماليك ايفونا صابر الشرايطيه وكذلك زكريا المنصوري وقع طردهم من النزل اللي كانوا فيه بسبب عدم دفع المستحقات المالية متاع النزل. هذه حصلت الحادثة هذه الأسبوع الفارط إسلام بداية الأسبوع بالتحديد يوم التقريب يوم الاثنين أو يوم الأحد وكان النادي الساقسي أو المدير العام للفريق ياسين بن طاهر تدخل في الحين وكان فضل الإشكال هذه هذه عينة من العينات اللي واجه فيها معناها النادي الساقسي العديد من المشاكل مشكلة المستحقات متاع المزودين ولا مستحقات النزل ولا حتى مستحقات الملاعبين ولا حتى عملة المركب نعرفوا عندهم شهور توا حاليا العمل بتاع المركب ولا الملاعبين ما مش خالصين في برشا شهري كسوة في الفولي زادة فريق كرة القدم كسوة فريق كرة الطائرة ثم برشا أموال متخلدة بذمة النادي الراضي الساقسي وديجا أمس كان هبط قرار سلام من لجنة النزاعات في الجامعة الدولية لكرة قدم الفيفا يلزم النادي الراضي الساقسي بدفع 320 ألف يورو تقريب مليار للاعب محمد اسلام بكير معناه المبلغ كبير وكبير برشا اذا كان نضيفوه للمبلغ اللي حكمت به كذلك الفيفا معناه للاعب ميهوب نيت مرابط اللاعب هذا تقريبا ما لعبش ميطوم مع النادي الراضي الساقسي حكمت له بتقريب 180 الف يورو 150 الف للاعب و30 الف مصاريف تقاضي دونك كما قلت لكم مشاكل كبيره وكبيره برشا خاصه انه الخطايا ما زالت باش تهبط على النادي الراضي الساقسي نعرفوا انه ثم نزاعات قائمه وما زالت معناها لجنه النزاعات ما حكمتش فيها خاصه زكريا بن شاع ثم معناها برشا ملاعبيه اخرين مازالت معناها انكور القضايا نتاعهم دونك كيما قلت لك الامور ما تبشرش بالخير اسلام ثم مشاكل كبيره عاني فيها النادي الراضي سيناريو الكلوب ينجم يكون ولا مش بالدرجه ذيك الخطوره والله اسلام بالنسبه للسيناريو السيناريو حاليا اللي قاعدين الناس كل معناها يشوفوا فيه انه الاوضاع باش تكون ماهيش سهله معناها تقريبا معناها نجم نقول لك انا توا حاليا في حدود 6 7 مليارات يلزموا النادي الراضي الساقسي بين خطايا وبين مستحقات وبين اجور وبين مزودين وبين معناها العديد من الالتزامات الماليه النادي الساقسي معناها حاليا ثم مشاكل كبيره تنتظر فيها على المستوى المادي ما تخيلش انه رئيس الفريق بوفردو ينجم يتجاوز المشاكل هذه يلزم لهنا حبان النادي الراضي الساقسي معناها الناس الكل تلتف حول الفريق يلزم اهل القرار كما وقفت الناس مع فريق النادي الافريقي خاصه مصالح رئاسه الحكومه ومكنه حبان النادي الافريقي من خدمه الاس ام اس باش يعاونوا الفريق بتاعهم يلزم كذلك السلطات المعنيه تتلفت النادي الراضي الساقسي كما رئاسه الحكومه كما الجامعه التونسيه لكره القدم نتخيل انه الوضع باش يكون قاتم على المدى القريب معناها في الاسابيع القليله القادمه كما قلت لك ثم العديد من النزاعات ما زالت ما هبطتش على الاداره نتاع النادي الراضي الساقسي لكن هي اونكور وثم زاد نزاعات حكمت فيها الفيفا وما زال النادي الراضي الساقسي ما خلصش المبالغ هذه كما نقولوا المبلغ نتاع نيبوتشا كما المبلغ نتاع ايمن حسين المهاجم العراقي اللي كان تخلى عليه نادي الراضي الساقسي عم ناول وكما زاد معناها المبلغ المتخلد بالذمه لفائده الجامعه التونسيه لكره القدم نعرفوا انه الجامعه سلفت النادي الراضي الساقسي عم ناول معناها مبلغ من المال باش يخلص فريق الاهلي المصري وعنده شويه زاد من المستحقات باش يخلصها نادي الساقسي المبلغ هذه 855 مليون اسلام الجامعة التونسية لكرة قدم لحد الآن معناها كانت استحفظت على الإجازات نتاع الملاعبية جدد اللي انتدبهم نادي الساقسي كسوا فارس ناجي من فريق الأولمبي للنقل ولا الملاعبية اللي أفرج الغيظان وزميله في المنتخب الليبي اللي شراها من نادي الساقسي ما تمكنوش من الحضور مع الفريق معناها بالانطلاق في المباريات الرسمية مع الفريق المبلغ هذه كما قلت لك 855 ألف دينار ثم مليار اسلام بكير 500 مليون للاعب يهوب عيد المرابط اللاعب هذه كما قلت لك ما لعبش تقريب ميطان مع الفريق هذوما أحدهم إذا كان تحسبهم اسلام تلقاهم 2 مليارات ونص بخلاف الأجور بخلاف المنح دونك كما قلت لك ثم حكاية حاليا في الأمانة على المدى القريب يلزم النادي الساقسي يكون عنده تقريب من 5-6 مليارات باش يتنفس شوية الفريق ويخلص روحه شوية من الديون والمشاكل اللي قاعدة تتبع فيه إسلام. منصف خماخم شنو الحل معناها ما عادش أنت مطلع فاضل على كواليس في صفاقس منين باش تجي الفلوس؟ منين فاش يخمم ما عادش شنو هو بون ما يتواصلش معانا أبارامون لكن حنا نعرفوا ما عادش عندك المعلومة ولا فاش يخمم منين باش تجي الفلوس؟
والله اسلام، شوف بالنسبه لحاليا فما حمله، الحمله هذه قام بها كانت بمبادره من بعض الاحباء من نادي الرياضي الشخصي، وقع طرح 40,000 تذكره، التذكره معناها بقيمه 5 دينارات، السعر هذا سعر رمزي، وكانوا الاحباء تقريبا معناها اقتناوا عدد كبير برشا من معناها من التذاكر هذه، وصل المبلغ حوالي حسب علمي 150,000 دينار. كانوا رجال الاعمال كما سي محمد ادريس ولا سيد منصف السلامي، هذوما الرؤساء قدم للفريق، كانوا تبرعوا معناها ببعض الاموال لنادي الصافي في حدود 200,000 أو 300,000 دينار، لكن هذا الكل 400,000 أو 500,000 دينار مش باش تعمل حتى شيء، باش تحل المشاكل الحاليه نتاع الفريق. كما قلت لك رئيس الفريق هذا معناها يعني شوية مادية، دونك مش بالسهل باش يصرف باش ينجم يلقى الحل هذا. نتخيل انا الحل الوحيد واللي والمقربين نتاع من الفريق حاليا يشوفوه هو الوحيد اللي ينجم يتجاوز به الفريق المرحلة الحرجة هذه على المستوى المادي، هو مستشار اجنبي كما صار معناها الامر مع فريق النادي الافريقي، ووقت اللي جاه مستشار اجنبي خفف عليه شوية المحنة المالية نتاعو، دونك تقريب هذا الوضع معناها معناها الاحتمال الوحيد يمكن النادي الصافي باش ينجم يتجاوز به الصعوبات الحاليه. سلام. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك فاضل بوجنيح على كل هذه التفاصيل. الاخبار بعد كم نينزل ميكس في اخر نص ساعه من حصتنا اليوم.